ماذا بعد شهر رمضان؟ المتوقع، هذا التوقع الناتج من حسن الظن أن الله قد غفر الذنوب، فإن شهر رمضان هو شهر رحمة ومغفرة، والإنسان الذي يحظى بالمغفرة عليه أن يحتفظ بها ولا يضيعها. من الطبيعي أننا لسنا معصومين، فقد تضعف النفس وتقع في الذنب من جديد. المطلوب هو أن يبادر العاصي المذنب للاستغفار، فقد روي طوبى لمن وجد في صحيفة أعماله يوم القيامة: تحت كل ذنب أستغفر الله. فالذنب يهيئ لغيره ويسلب الإنسان نقاء القلب وطهارته، فإذا أذنب وبادر إلى الاستغفار أزاح أثر ذلك الذنب، فصار القلب نقيا طاهرا. إذن المطلوب أن لا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، يعني بعد أن تعبد ودعا واستغفر وبكى في شهر رمضان، لا نريد أن يخسر كل هذه الجهود بعد الشهر الكريم. إذن الاستغفار بعد كل ذنب. الأمر الثاني، القرآن يقول أن الصيام من ثمراته التقوى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى أن يجدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. التقوى على خلاف أهواء النفس، فكيف نقوي جانب التقوى؟ الحقيقة أن الإرادة تتولد بالنظر إلى ثمرات التقوى، وثمرات التقوى تنعكس على الدنيا والآخرة، وليس حديثي فيها، لكن أذكر نقطة تساعد الإنسان على أن يكون متقيا، وهي الاستشعار. كيف يعني؟ مثلا عرض لي ذنب الشيطان يرغبني في وقوعي فيه، مثلا غيبة، مثلا نظرة محرمة. الآن النفس تريد أن تنظر النظرة المحرمة، والحكم الشرعي ينهى، والله لا يريد، وحالة التقوى إذا وجدت تمنعني من النظر. الآن أنا أريد أشجع نفسي على التقوى، التقوى في قبال لذة نظرة محرمة. فالإنسان إذا مسك بصرة ومضى مارس التقوى، لكن يستطيع أن يمارسها بطريقة أخرى، أن يخاطب ربه، يقول: يا رب، النفس تميل للنظرة وأنت تنهى عن ذلك، وأنا سأقدم أمرك على رغبة نفسي. يخاطب النبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، يعرض العمل عليك فتحزن، ولا أريد أن أدخل على قلبك الحزن، لن أنظر. يا صاحب الزمان، أنت إمام الزمان الذي ترى أعمالنا خيرها وشرها، صالحها وطالحها، وأنت تتوقع منا ألا نذنب لأننا نحبك، لن أذنب. إذا استشعر الإنسان أنه ملك نفسه لأجل وجه الله وابتغاء أن لا يدخل حزنا على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يؤذي الإمام صاحب الزمان، سينتهي الموقف. المرأة طافت المنظر الذي أرادت نفسي أن تنظر إليه، فات، لكن لذة رضا الله غلبت كل شيء. حينئذ سأشعر بسهولة التقوى، لأن التقوى في الأساس منسجمة مع الفطرة، والتقوى فيها ذكر لله، وذكر الله طمأنينة،
والتقوى شعور برضا الله وهو أنس ولذة. من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك؟ حينئذ سيتعود الإنسان أن يلتذ بطاعة الله لا بمعصيته. إذن بعد الشهر الكريم الذي هو مدرسة للتقوى، لأن الإنسان يملك الطعام والشراب والزوجة، والصوم يقول له لا تأكل ولا تشرب ولا تقترب من أهلك، ويمسك نفسه، فهو مدرسة في السيطرة على النفس في التقوى. فيمكن أن نحافظ على هذه الممارسة التي تعلمناها في شهر رمضان. الأمر الثالث هو أنه كان موسما عباديا بامتياز، فالذي لا علاقة له بالقرآن يسعى لأن يختم القرآن في شهر رمضان، والذي لا يعتاد أن يحضر مجالس الدعاء يحضر ويدعو، والذي قد لا يأنس بالنافلة يصلي النافلة، كان موسما عباديا. الرواية عن أمير المؤمنين: المداومة المداومة، فإن الله لم يجعل لعمل المؤمنين غاية إلا الموت. مو العيد انتهينا علاقتنا بالقرآن، الموت هو النهاية. وبالتالي من الطبيعي أن العبادة لن تكون في حجمها وكثافتها كما كانت في شهر رمضان، لكن المطلوب أن لا نقطع. في الرواية نأتي الآن مثلا إلى الأعمال، إلى الصلاة. الله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الشيخ بهجت نقل عن أستاذ القاضي أن اللي يصلي أول أو وقت الصلاة يصل إلى المقامات. سيد القاضي يقول، سيد القاضي طبيب يعرف القلوب وشلون تتزكى وشلون النفوس تتكامل، فكان يقول من يحافظ على الصلاة في أول أوقاته يبلغ مقامات عالية، فإن لم يصل فليبصق في وجهي فليلعني. فجاءوا يسألون تلميذه الشيخ بهجت ماذا كان يقصد أستاذه، هل يقصد بحضور قلبي، يعني يشترط الحضور القلبي في كل الصلوات حتى يتحقق المقامات العالية؟ قال لا، مجرد أن يسعى لا يؤذن الأذان له وهو متهيئ للصلاة هذا سيأخذه لكل خير. فإحنا الآن انطلعنا من شهر رمضان شهر عبادة، نبي الصلاة تكون أهم شيء عندنا رقم واحد. بالنسبة لقراءة القرآن هناك حد أدنى، كنا في شهر رمضان بعضنا يختم ختمات، بعضنا لا أقل ختمة يعني في اليوم جزء واحد. الإمام في الرواية الإمام الصادق يقول القرآن عهد الله، عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم 50 آية، كل يوم 50 آية، هذا حد أدنى. طبعا واحد قال لي يصير أختار 50 آية أكررها كل يوم، لأنه مختار لي الحاقة، ما الحاقة في ثواني خلص 50 آية، لأن بعضها كلمة هي قبل ليلتين أمس واحد ثاني أيضا. الحقيقة إذا كان الكلام عن عهد الله والنظر في عهد الله فالمفروض أن يكون 50 بعد 50 إلى أن أنظر في العهد كله، فالمفروض أن كل يوم تتبدل الآيات. بالنسبة للدعاء، الدعاء وأختم، الدعاء شهر رمضان مليء بالأدعية. الآن احنا مطلوب منا أن لا نهمل الدعاء، عندنا الصحيفة السجادية صحيفة غنية بالمضامين. في الرواية عن مولانا الصادق يقول الإمام من تقدم في الدعاء، يعني ماذا تقدم؟ في واحد ما يدعو الله إلا في الشدة، باكر امتحان يا رب، هذا يعرف الله مو الحقيقي، لأن الله الحقيقي نحتاجه في الشدة والرخاء. لهذا الله يقول لموسى في الرواية يا موسى سلني كل ما تحتاج لي حتى ملح عجينك وعلف شاتك، موجود العلف في الأرض والملح في الأرض، بعد ادعو.
لأن الله لا يقطع عطاء لحظة من عدم الشيء، فكل لحظة يفيض. فاللي يعرف الله في الشدة مو الله الحقيقي، الله الحقيقي نحتاجه في الشدة والرخاء. فالرواية تقول: من تقدم في الدعاء استجيب له إذا نزل به البلاء. قدم يعني قبل لا يجي البلاء هو يدعو، عنده علاقة دعاء مع الله. وقالت الملائكة: صوت معروف، نسمع هذا على طول هالصوت، ولم يحجب عن السماء، يستجاب دعاءه. ومن لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له إذا نزل به البلاء. وقالت الملائكة: إن ذا الصوت لا نعرفه، ما نعرفه، فلا يستجاب له. إذن نحن بحاجة أن نبقي علاقة الدعاء. والعلماء يقولون الدعاء طلب ومطلوب. طلب لأن يقول: يا رب عطني، يا رب ارحمني. ومطلوب لأن النفس تأنس بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والدعاء ذكر. ومطلوب لأنه عنصر تربوي، الإنسان إذا شعر أنه غير محتاج لله يطغى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالدعاء يشعر الإنسان بالحاجة والفخر إلى الله فلا يتمرد، فهو لأنه عنصر تربوي أيضا مطلوب. فإذا هو طلب ومطلوب، فنحتاجه في الشدة والرخاء. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.